شو رايك بالفيديوهات اليوم؟ مزبطك؟ اه والله كتير حلوين، بس سألوني وانا صايم. انت صايم؟ اه اكيد صايم، احنا برمضان. ايوه كنت ناسي انه رمضان، منيحك ذكرتني. ليش في اشي؟ لا لا ابدا، كمل احضر فيديوهاتك. اوكي. كم ضايل الفطور؟ لسه ضايل. شو اللي صار؟ ليش بس بيطلع لي فيديوهات اكل؟ ما بعرف، سبحان الله، بس عرفت اني صايم صار يطلع لي فيديوهات اكل. اوكي يمكن اكون السبب شوي بس. طب انت ما كنت تفرجيني فيديوهات اكل قبل رمضان؟ بعرف. ليش هلا؟ ليش ما استنيت لبعد الفطور على الاقل؟ عشان تختار اكل للفطور. ما بدي اختار، لا تفرجيني فيديوهات اكل لاخر رمضان، فاهم؟ واذا حكيت ما بدي شو راح تعمل؟ فكرني لسه راح اناقشه.